أدعوني. بهذه الكلمة اختصر الطفل اليمني عبد السلام الجزار قصته مع ميليشيات الحوثي. الطفل البالغ من العمر 13 عاماً وقع أسيراً لدى قوات الجيش بعد أن تعرض للخداع من أحد قادة الحوثي. العرض الحوثي للطفل كان تقديم دورة ثقافية ودروس دينية يحصل في نهايتها على مكافأة أو عيدية. وبانتهاء الدورة أخذت الميليشيات الطفل المنحدر من محافظة الجوف إلى مكان مجهول لتقديم المكافأة، ليتفاجأ بأن المكان إحدى جبهات القتال في مديرية نهم. المكان تعرض لهجوم من قوات الجيش الوطني، قتل فيه 12 عنصراً من الحوثي، والطفل الصغير وقع أسيراً لدى قوات الجيش. قال هيانا أروح كومنديركم عيدية ودبات توجهوا. أيوة قال بيدنا هندير آيات ودبات تبقوا. مما قالوا قعدوا هنية بأجل لجنة تصرف حقكم بتخرجوا. بس. وصلت مدرعة ذاك سلم. الطفل الجزار واحد من آلاف الأطفال اليمنيين الذين تستدرجهم الميليشيات الحوثية تحت إغراء المال والسلاح، دافعة بهم إلى الموت في جبهات القتال دون علم ذويهم، في انتهاك صريح للطفولة وتحد لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراعات والحروب. ملوك الشيخ العربية.